المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير، وإلى حلقة جديدة في برنامج بيوت الأشباح. قصة جديدة وضيف جديد في بيوت الأشباح. من ضيف حلقة اليوم؟ إذن ضيف حلقة اليوم الأستاذ أنور حسن عباس والدلحوش، موظف سابق بالشركة السودانية للبناء والتشييد، عضو الحزب الشيوعي السوداني. أهلا ومرحبا بك في برنامج بيوت الأشباح أخ أنور. مرحب، مرحب بكم، أتمنى أنه البرنامج ده يخدم مغرات كثيرة جدا في أنه الناس تعرف الحاصل في البلد دي شنو المامر اليوم. يعني إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. أستاذ أنور، تغلت لعدة مرات في بيوت الأشباح وغيرها. نعم. كيف كانت تجربتك الأولى في بيوت الأشباح؟ التجربة الأولى في بيوت الأشباح تجربة مريرة، يعني بحق مريرة. يعني زول بيجوا يسوقوك من الشغل دايرينك. متين كان الكلام ده؟ الكلام ده في 90. 90. نعم. ده الاعتقال الأول. الاعتقال الأول. لا، قبليها في فترة بتاعت كوبر اللي هو قعدنا فيه زي 9 شهور تقريبا. 9 شهور. في سجن كوبر أي. دي في 90؟ في 90 أي. طيب الاعتقال الثاني. الاعتقال متى الثاني متى كان وكيف كان؟ أي اللي هو بيوت الأشباح. جوبي بوكس في الشغل، شركة سودان بناء وتشييد، ودخلي في المكتب جوا أظنه سأل من برا وروه محل أنور شو المكتب اللي قاعد فيه. جوني في المكتب جوا، معي في المكتب رئيس المكتب اسمه عمر سعيد ومحمد التجاني معانا في المكتب. فاجا قال لي دايرينك لي 5 دقائق انت منو؟ قال لي انا جهز الامن، يعني طلع بطاقتك طلع لي وراني ليها. مشيت معهم. شخص واحد؟ نفر واحد؟ اجا نفر واحد، لكن لما مركت برا لقيت في زي 5 راكبين في العربيه باسلحتهم، يعني فركبوني قدام في النص وواحد قاعد. كانت حوالي الساعة كم؟ الساعة 12. 12 ظهر. ظهر، نعم. و بعد قطعنا الكوبري قاموا ربطوا لي عيوني. فضلت العربية ماشية وزي نص ساعة يعني لافة في الخرطوم. بعد ذاك وقفنا في مكاتب جهاز الأمن في الخرطوم بالقرب من القيادة العامة. نعم. نزلنا طلعوا أرانيك ملوها ساقونا رجعونا. لقيت في مجموعة من الناس معي بعد ذاك، يعني كم مجموعة؟ يعني في حوالي 7 أنفار تقريبا. كنت بتعرف واحد فيهم؟ بعرف عدنان زاهر من المعتقلين وإسماعيل أبو. لقيت جوا نبيل أحمد عثمان أستاذ. الأستاذ نبيل أحمد عثمان. الأستاذ نبيل أحمد عثمان. ولقيت أحمد بشوك ومحمد محجوب، عبد الرحمن ضيف الله، أستاذ عبد الرحمن ضيف الله. فدي مجموعة لقيت هناك في بيوت الأشباح. أنت بتقصد أحمد أبشوك البروفيسور ولا من؟ لا 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 لا، أحمد أبشوك من المورد هنا شارع الفيل.
طيب ده يلقى بضون هو محمد محجوب سوا. بعد ذاك عربية ركبونا العربية تاني، اتفتح باب كبير، دخلت العربية جوا، العيون مغمدة مربوطة طبعا، وما تحس إلا بالله أكبر تكبير شديد جدا بتاع 7 ولا 8 أنفار يعني، وينهالوا عليك بالضرب كلهم يعني، تحس بخرطوش في راسك، خرطوش في وشك، في بطنك، في ظهرك، في كرعينك، ضرب كل واحد بيضرب براو. بعد فترة يعني بتاع نص ساعة انت جلدك بيكون اتخدر كله يعني، بتكون دي حركة آلية ساي يعني، انت شايف الصوت ده يطلع وينزل، الخرطوش يطلع وينزل، لكن جلدك يتخدر ويتورم من أثر الضرب. من أثر الضرب دخلونا بعد ذاك غرف اللي هو بيت الأشباح، الجم سيتي بنك، فيه مجموعة من الغرف، ده اللي بيسموه الواحة. الواحة بيسموه الواحة، هو منزل سابق كان للسيد مامون عوض أبو زيد عندما كان نعم. مدير جهاز الأمن في نعم. عهد يعني ما سألت منه، لكن حتى تفاصيل الموقع بتاع البيت ده بعد ذاك من المعتقلين الجوه يعني. فلقيت فوزي امين، لقيت فرحات، كلهم معتقلين ده. اي لقيت من حزب الامه في عمنا علي العمده، محمد ضياء الدين، اولاد وداعه من حزب البعث، كل المجموعه دي لقيت جوا في بيت الاشباح. فبعد ذاك بتبدا الحفله بتاعت المعتقل الجديد الجاوده ده، دي انت عيونك مغمده، دي فتح خشم يعني الاولى دي. دخلونا جوا، في شويه جا واحد ندى، ودى الحوش مركت معه. لقيت يعني عيونك مغمضه ولا فاتحه؟ لما دخلت جوا فكيت القطعه، لكن لما فتحوا الباب امرق ولقوا القطعه، اقفل عيونك، ربطت عيوني جوا، قفلوا الباب وربطت عيونك يا ورات، امرق مركت معه. وانا من باب الغرفه دي مارك لزي 10 أمتار كده، نفس البرنامج بتاع الصياط والدق والضرب والنبز يعني، الفاظ بذيئه جدا، وناس بالكف وناس بالشلوت يعني، ضرب ذاته لما تستغرب الناس زي اللي عندي معهم شنو يعني. ده كان كله في اليوم الأول؟ ده كله في اليوم الأول. رجعوني جوا الغرفة تاني، المسا ويعني الساعة 12 لما ساقوني بعد ذاك بقت زي 3 للفترة التانية دي. فالمحلة ديك هي مكاتب بتاعت موظفين بشكل عام أو شركات، بعد الساعة 3 بتبقى فاضية، موظفين كلهم مرقوا، فالبلد في المنطقة دي خلا. أكيد هي منطقة شرق الخرطوم، هو الخرطوم أيوة. شرق. بعدها بيمارس التعذيب على وصوله، يعني بعد الساعة 3 التعذيب على وصوله. بعد ذاك ساقوني وقفوني في حيطة، رافع يديني فوق زي ساعة. ساعة أنا رافع يديني وبيجي مارق يضرب، البيجي داخل يضرب.
تشتغل في شنو؟ ما حسيت بانه في معاك معتقلين بيضربوا فيهم برضه؟ في معتقلين بيضربوا فيهم ديل جوا في صايد ثاني في البيت ذاته، في صايد ثاني صايد شمالي فيه مجموعه قاعدين يعني. البيت فاتح غريب، فالصيد الشمال بتاعه في مجموعه بتسمع الضرب يعني، انت تسمع الصيطان شغال والضرب شغال يعني، ضرب شديد وانين وكوراك وصراخ. صراخ ايوه. هو فعلا بيت اشباح حقيقه يعني سموه بيت اشباح، ده يعني وصف حقيقي. من بعد ذاك انت لما الوطت في الليل بيظهروا لك الاشباح على حقيقتهم، يجوك ماشيين كده عصابه بس يعني، انت الخوف يخش قلبك قبل ما يصلوك، ضرب وعليك بكلباش بيعلقوك في واحد من البيبان دي، بيكون يدينك مربوطات فوق، ده لما يكون في واحد او اثنين ما بيدقوك الاثنين وانت يعني يدينك مطلقات يعني، بيربطوا يدينك اي، فبيربطون بكلباش وبيبدوا يضربوا فيك. بيضرب بسيطان ولا بالبنية؟ خرطوش اسود وسيطان بالبنية بسلك كهرباء تقيل كده بكلها فيه في يده، كرع كرسي بتاع الخيزران ده يعني الموجود، قاعدين يجودوا بالموجود عندهم يعني. فبتبدا الحفله المسا لما جاء كميه من الضرب، كميه من الضرب النازل يعني، اغمى علي مرتين. كل ده في اليوم الاول؟ ده في اليوم الاول. ما كان في اي تحقيق؟ ما كان لا في لا اي ما في تحري. ما في كلام، دق بس، دق الشيوعي، اضرب الشيوعي، دق الشيوعي، دق الكافر، دق كل الكلام داير في الكلام، ضرب يعني. بعدينك بعد يومين ولا ثلاثة يوم فكوا العصابة دي من عيوننا، افتكرنا خلاص المسألة فكت يعني. بقيت لما تجي في كل العصابات، لما تجي ماشي الحمام اربط تاني يعني، الكلام ده بيتفكه وانت قاعد جوا. قاعدين جوا في غرفة. اي يعني غرفة مساحتها كم كده تقريبا؟ البيت فيه زي اربع او خمسة غرف. ايوه. الغرفة مساحتها ثلاثة في ثلاثة تقريبا. ثلاثة في ثلاثة. اي ثلاثة في ثلاثة. فيها كم نفر؟ دي قاعدين فيها زي 15 نفر. 15 نفر. نعم. كان بيجيبوا لكم اكل؟ نعم. أي. كان بيقدموا لكم وجبات؟ ايوه. كان بيجيبوا فول او عدس، ده الفطور. الغداء غالبا يكون ملح اسود يعني ملح ذاته، عاملينه على استحياء كده يعني، زي انت تحس يعني حله كبيره كده بكون فيها خمسه ولا سته قطع بتاعت اسود يعني. بعدين نجد ما فارقه معاهم يعني، وكل ده محل جيش يعني زي ما اتفق. اي وكل ده محل جيش، فبتبدا تاكل يعني، تسوي شنو يعني، ما عندك سكه يعني، تاكل اللي بيجيبوا لك يعني. بعد ذاك بعد الكلام بتاع الضرب والدق بالشكل المقرف المريع ده استمر لي 10 يوم، يناديك ده يوقفك ترفع يدينك في الحيطة فوق، تجي وردية تانية ارفع يدينك في الحيطة فوق قبل على الحيطة، يجي واحد جديد يشيل الخرطوش يدوك يضرب يعني زي اللي بيكرموا بينا يعني، الزول الجديد اللي بيجي ده من ناس الامن يعني بيكرموه بيقول له تعال دق. طيب اثناء التعذيب المستمر ده كان أيوة. بيسمحوا لكم تمشوا الحمام؟ اها مشي الحمام ده انت يعني بيسمحوا لك تمشي الحمام، لكن يا ريت لو ما تمشي، يا ريت لو ما مشيت الحمام يعني.
لأنه خلال المشي للحمام ده بتتضرب برضو في صفين يعني واقفين بيكونوا أربعة. أنت بزي ماشي بسيط وماشي الحمام وبعدينك عيونك مربطة يعني تضرب ما بتعرف جاياك الضربة من وين ما بتعرف جاياك الضربة من وين أنت ماشي الحمام الماشي اللي في الحمام ذاته بكون طار من راسك يعني وبعدينك يعني دقيقة يدقوا لك الباب فرو أمرق يا زول أمرق كمان تاني أنت راجع تأخذ دقك تنضرب لحد ما تخش جوا واستمرت المسألة دي بشكل ده كده لحد خلال العشر يوم دي أصلا ما حصل أي تحقيق ولا أي أبدا دق بس تحري بس تعذيب ضرب أقيف حيلك أقعد على كراعك ما بعرف أعمل أرنب نط وشايل الخرطوش وراك اثنين ثلاثة بعد شوية مشيت قدام تلقى واحد تاني راجيك بهناك محل بتنطي ده أمرك ما قدرت قعدت في الوطة تنضرب عملت أرنب نط تنضرب ما عندك انت حتنضرب لو أي حاجة قالوا لك سواء كان عملتها أو ما عملتها حتدق يعني تفتكر انه الناس اللي بتمارس التعذيب ده هل هم ضباط درسوا الكلية الحربية هم ضباط في الجيش السوداني او ضباط في الشرطة السودانية يتحولوا لجهاز الامن ويمارسوا هذا التعذيب لا ام لا. مجموعة من العقديين أي الذين أي لا 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 ما زول فون عسكري منظم فيه يعني في الجيش او الشرطة او غيره طيب كانوا بينادوا بعض كيف بال يعني اسماء حركية اسماء حركية سمعت منا يعني. اسماء عشان نحن عندنا يعني مجموعة من الاسماء يعني الحركية. حتى الاسماء الحركية انت بتلقى العبيد بتلقى نورين ايوه سمعنا بهم العبيد ونورين العبيد ونورين بدران وتكراوي توكراوي بدران بدران هاي مجاهد تشيكس وفلسطيني ايوه دي الالهي اساتي دي المجموعات اللي في يعني مرات بيكون مجموعه ما حصل مره انت القطعه اللي مغمض عيونك دي فتحت عشان تشوف واحد فيهم تتبين ملامحه ما تبينت اي واحد فيهم والله ما في سكه تتبين يعني اغلب الضرب انت بتكون مقبل على الحيط اول ما تخش بتكون مقبل على الحيط وبيبدو الضرب معك بعد ذاك الضرب ده واخد فتره طويله انت بيكون ما فيك مروءه ذات عين يعني حتى لو بتقدر تعاين من خلال القضع مضروب في راسك مضروب في رقبتك وفي كتافينك وفي كرعينك يعني انت بتفتش طيب البرنامج ده ينتهي متين يعني ما في اشوف دمه يعني اخذت كم فتره في المره الاولى الاعتقال الاول اربع شهور اي في بيت الاشباح اي اربع شهور كنت في بيت الاشباح في اربع بيت شهور الأجبح. ايوه كان بيسمحوا بصلاه يعني احيانا بيسمحوا بصلاه وبعد ذاك بيجي يقول لك لما الناس يصليتوا بيصلوا الاشناز وهو يوقفوا الصلاه بتاعتكم دي يعني في فترة من الفترات اي يعني هم بيختلفوا في الحته دي بيجي واحد يقول لك يا اخي وقفوا الصلاه دي وقفوا بتقرا الناس بتقرا واحد يقول لك امشي صلي وقفوا ياسين دي يعني دارت امركم من هنا يعني بعد شويه واحد يقول لكم صلوا امشي قوموا صلوا يا اخي ده من اللي قال لكم ما تصلوا ده يعني ادوار بيلعبوها ما حاجه كده عفويه يعني طيب اللبس اللي لابسينه ده سمحوا لكم بانه تغيروه ان كنت شايلين معكم ملابس عشان لا ما في ملابس انت ناس بيجوك بيقول لك خمسه دقائق بيجوك في محل انت قاعد يعني في شغلك ما بيسمحوا بغسيل الملابس لا هناك بعد ذاك بعد فتره يعني بعد قعدنا لينا زي شهرين حتى بعد ذاك بدت المساله
يعني بقى شويه كده بقى في تراخي شويه. اي بقى في تراخي وما في قضع في عيونك، ما رابط عيونك بتاع، بدات تتحرك وسطهم بيشوفهم كلهم. يعني انت اللي يا من لولا الاصوات بس، لكن الملابس بتاعتك اتقطعت انت؟ اه ملابس اتقطعت تماما. يعني مش اتقطع ساي، يعني بقى زي الرحد. يعني البنطلون ما بيفضل فيه غير الكمر بتاعه من شدة الضرب، والقميص اللابسه ده غير محل زرار، واللياقة ما في حاجة ثابتة، يعني الباقي كله ممزق. لا حول ولا قوة الا بالله. واحد زيه زي اي معتوه كده ممكن يكون في الشارع لو شاف شكله. لغاية ما غادرت واطلق سراحك ما في اي تحقيق، ما في تحقيق حصل معك؟ ما في تحقيق، دق بس وسعادة وشوشو انهم بيعذبوا فيك. يعني تحس بالسعادة في وجوههم؟ ايوه تحس بها، وفي دقوا وفي ضربوا، في بيضحكوا مع بعض. يعني لما نحسوا بيك انت بتنجلد بتنضرب بتدق كده، واذا عملت اي حركة اتألمت بتاع بيضحكوا، يعني بيضحكوا فيك انت بتتألم. يعني في اثناء الاربع شهور دي ما زاركم اي مسؤول من القيادات؟ اكيد اكيد التعذيب ده كان بيحصل بـ بـ باوامر من القيادات. ما جاكم اي واحد من القيادات؟ لا ما في اي مسؤول جه داخل لنا جوا هناك. يعني هو كان بيقولوا سعادته جاء، لكن ده المسؤول من بيوت الاشباح، ما رتبه كبيره، لكن ما عرفت اسمه، ما عرفنا اسمه، لكن ده المسؤول منها. انت 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 قلت لي الاربع شهور دي قضيتها في الواحه. نعم. اللي هو المنزل القرب السيتي بنك، صح؟ نعم. غرب سيتي بنك. ايوه. شاهدت شنو من تعذيب؟ اسوأ المشاهد اللي شاهدتها في التعذيب. يعني في ناس كبار 70 سنه و80 سنه، انت بتلقى بيضرب في واحد عمره 15 و20 سنه، يعني زي منو كده؟ يعني الاستاذ عبد الرحمن ضيف الله ده استاذ معلم، في تاني زول كبير ما مستحضر اسمه، لكن جاب يبكي. يعني مالك؟ قال اللي عذبني طالبي، يعني طالبه كيف؟ قال ده طالبي انا كنت بقريه في المدرسه. يعني ده عبد الرحمن ضيف الله؟ لا ما عبد الرحمن، استاذ ثاني، لكن عبد الرحمن برضه طالبه عذبه يعني، لكن بس لانه ذاك جاي يبكي، راجل كبير يعني كان بيضربوه. ايوه قال عذبني انا طالبي ضرب بالسياط. ايوه ضربي بالسياط وكفيت يا زول طالبك؟ قال اي طالبي، يعني ما غريب عني، يعني انا اعرف انه ده طالبي ما طالبي. طيب طالبي يعني. طيب يا انور، كيف تم اطلاق سراحك؟ كيف اطلاق السراح؟ جاء شايلين له الليستة، قروا الليستة دي، جهزوا عفشكم. هو عفش شنو؟ ما في عفش ذاته. انت قبضوك من العمل بتاعك؟ آي. ما عندك اي عفش؟ اي ما في عفش، الا بعض مرات في ناس كده بيقوموا اهلهم بيجيبوا لهم هدوم هناك. لا كان في سماح لبعض المعتقلين انه يجيهم حاجات من برا؟ يعني في ناس جاتهم هدوم لقيناها هناك، ناس بهدومهم قاعدين. فيعني يكون عندهم اهل قريب، يعني كان في تعامل مختلف. اي يعني أيوة. في فروقات في التعامل حتى. فبيقوموا بدون، بتلقى لك عراقي قميص من اي واحد فيهم بيتمشي به وايامك دي يعني. طيب جو طلعوكم بس كده ومرقتوا؟ اي ما في، يعني حتى بيتكلموا لما جيتنا بعد اليوم العاشر، لقيت مجموعة ناس عدنان زاهر قاعدين، عدنان أستاذ عدنان زاهر يوم سافر روح اسمع لأبوه، قال أزول بس أثبت ما عندك غير أنت تثبت للناس ديل، يعني ما تصرف أي تصرف، لأنه أي تصرف بطال منك حيقع على الناس كلهم يعني. طيب أطلقوا سراحك مباشرة من بيت الأشباح؟ من بيت الأشباح نفسه طلعته؟ من بيت الأشباح بتمشي بسوق محلهم هناك الأورنيق الملوق بيت، اللي هو مبنى جهاز الأمن. بيمشي يسلم الأورنيق هناك و بيقول لك اطلع، في تعهد كده بجيبوه بيدوك ليه أنه ما تمارس عمل سياسي، ما 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 كلام زي ده كده فارغ كتير يعني. تعهدات وطلعته؟ بعد ذاك بيقول لك امشي أمرك، امشي أهلك. فمركت مشيت، ما اخذت لي زي
ثلاثة شهور ونص تقريبا في البيت. في البيت. اي طيلة الفترة اللي انت كنت معتقل فيها دي اهلك كانوا عارفين انت وين؟ لا لا ما في زول عارف. لا ما في يعني حتى يعني لازم وممنوع الزيارة. ممنوع الزيارة غيره، لكن بشكل عام الناس كان بيجوا يسألوا منهم هناك بتاع أهل منهم بيكونوا عارفين، لكن بيقولوا لنا الزول ما في يعني والله ما عندنا هنا. واحد بتاع الأمن سألني قال لي أنت طفل أنابيب ولا شنو؟ أصله أهلك ما جسألوا منك. قلت له يعني الناس دي أهلها بتجي تسأل منا يعني. وبيقولوا ما في. آه بيقولوا لهم ما في. ننتقل للاعتقال الثاني. ايوه بعد كم من الاعتقال الاول؟ بعد 3 شهور ونص. 3 شهور ونص. أيوة. انت قاعد في البيت و قاعد في البيت وارتحت و... وكذا. كان عمرك كم يعني لمن اعتقلوك اول مره؟ شغلي عمري 25 سنه تقريبا. 25 سنه. نعم. طيب نزلت شغلي عادي وما في زول يتعرض لي. يهو بعد 3 شهور ونص ثاني راجعين في العمل برضه. في العمل لا في العمل. اي ووصلنا مكاتب الامن في القيادة العامة وطالعين للسطوح فوق والزنازين. انت طالع الحتة مظلمة يعني، عيونك ما مربوطة لكن الحتة مظلمة، السلم مظلم، نفس الممارسات الأولى. ودوك مباني جهاز الأمن؟ مباني جهاز الأمن في جنب القيادة العامة. في القيادة العامة. أيوة. نفس التفاصيل الأولى، ضرب جلد، أنت ماشي في السلم ده لحد ما تصل تنتهي من السلم يقول لك أجيب قبلك هنا، أمشي أجيب في الحيطة ديك، تجيب في الحيطة يبدأ شغل تعذيب جديد بدون تحريات. ما في تحريات، بدون توجيه اتهام، بدون توجيه اي حاجه، بس دق يعني داخل مباني جهاز الامن. داخل مباني جهاز الامن. طيب في بعد ذاك قعدونا في السطوح، الدنيا شتاء يعني، قعدوا في السطوح فوق في العماره دي. كان تقريبا شهر كم؟ شهري 12 واحد تقريبا في الحدود 92. اي 92. أي. الاعتقال الاول كان في 90. اي والاعتقال الثاني 92. شتاء شديد جدا، الشتاء ده يومي في برنامج، انت في السطوح فوق يجيبوا المويه البارده يرشها في البلاط، المسافه تقريبا زي 15 متر في 3 متر بلكونة، فكبوا المويه يلا وزع علينا جرد الميدان للبلاط ده لحد ما ينشف. اي بلاطه تديها جريده الميدان كان ما نشفت ثاني تديها وحدي. فبقيت الدردق انا في البلاط ده وهم شغالين بالصوت بالخراتيش زي 5 أنفار. البلاط ينشف ثاني يكبوا لي مويه جديده وشغالين دق خراتيش وسير وعكاز مسحوا بيك البلاط يعني؟ مسح مش مسحه وحدي يعني، انا البلاط ده شغال زي ساعه كده بمسح فيه امشي وجهي. بعدين يعني عطشت عطش شديد جدا، بقيت من الحفر الصغيره الصغيره في البلاط دي بيكون فيها حبه مويه وانا بالدردك كده بقيت فيها بشرب منها يعني بلساني شويه بيلحق كده منها. هو متحرك بيسوي في شنو انت؟ ودك ثاني اعطى يعني خلاص نشفت الريق نشف رغم البرد ورغم ده. فبشرب مويه من الفتحات الصغيره بين البلاط دي ولو في بلاطه في حفره دي بشرب منها ودك شغال. لدرجه انه فقدت الوعي يعني بعد شوي بقيت ما فاهم حاجه.
وما في شيء. الدردق يا زول ما في حركة يا زول، الدردق ما في حاجة، وقفوا جيب ما بعرف جيب موية كبها لف وشه، وهو موية وزول كب الموية فقد بقى الوعي، كوب موية لف وشه خليه شوية قوم يا زول أصحى أبتع، فتحته تاني تاني جرد الموية. ده كله كان في السطوح بتاع ده كله في السطوح. أيوة أي. وساعة أنا في الحالة دي يعني حالة أمشي وتعال في الدردك في الوطن دي لحد ما هدومي برضو قطعت يعني تاني نفس المسألة بتاعت إنت بنطلونك قاعد على الحزام. كنت براك ولا كان في بعض في تاني كان في وردي مهندس في الإدارة المركزية. وردي؟ نعم. من وردي؟ ودعم محمد وردي الفنان ده. طيب اسمه صالح وردي. صالح مهندس في الإدارة المركزية. وتاني في منو؟ تاني في اثنين من المورد أخوان جابون هناك عادل ومحمد. في زنازين فوق في السطوح؟ في زنازين هاي. أيوة هاي في زنازين فوق. كان فيها معتقلين؟ فيها معتقلين كمية كبيرة جدا من المعتقلين، في اللي بتلاقيهم وفي اللي ما بتلاقيهم. من المعروفين بالنسبة لك؟ من المعروفين بالنسبة لي هو الناس اللي قاعدة علي السخي وعلي العمدة دي اللي قاعدة لاقون طوالي يعني، ومحمد ضياء الدين في كل اعتقال، مجموعة جابها من مبدا شباب بقيادة فيصل شبو، استمر بعد ذاك جابوا صالح وردي. كم 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 استمر التعذيب بتاعك؟ التعذيب أنا ساعة ساعة بمشي في الوضع، بعد ذاك جابوا صالح وردي يتوفى الله يرحمه عليه رحمة الله. آه برضو نفس المسألة يعني كبوا له في الموية الباردة. هو كان ناشط سياسي ولا مهندس في الإدارة المركزية؟ مهندس في الإدارة المركزية. نعم. نقابي؟ نقابي تقريبا. أي طيب فبرضو مارسوا معه نفس المسألة يعني. بعد ذاك مرقنا من السطوح ده نزلونا تحت في غرف تحت، نزلنا الغرف في نفس اليوم. في نفس اليوم هو الكلام ده في الليل يعني حوالي 9 من 9 إلى 10 أنا في السطوح يعني مدردك في الليل. بعد ذاك بيشق الأنفس يعني قدرنا ننزل تحت نخش الغرف بتاعتنا اللي قاعدين فيها او الزنازين يعني. طوال فتره التعذيب دي انت كنت شايف الناس اللي بتعذب فيك؟ الايام الاولى ما شايفه، لكن بعد ذلك تكررت نفس الناس ونفس الخلق هم نفس المجموعه اللي اي بعد ذلك في زياده عليهم تاني كده اثنين ولا ثلاثه بيجي واحد ده امام جديد جابوا ليكم ويجي يتكلم عن الدين لمسافة طويلة يعني. بعد ذاك الساعة 11 بالليل بيبدأ طابور القلق ده. ما واقف حيلك طابور القلق يا تو انت واقف حيلك بيجي برضه كبوا في كل المعتقلين واقفين في السطوح فوق. ايوه بيجي برشوا المويه البارده واحد خدت له كرسي وقاعد وبيبدا يتكلم كلام جيش يعني كلام فارغ يعني ما هنا يعني بيسموهم كلام جيش. فبيصرف كلام فارغ كثير جدا وانت واقف ويمشي هو ينوم. كان في واحد. كان في شتايم و... لا الشتايم دي عاديه يعني ما فيها عادي يعني الشتايم دي اخذنا عليها نحن يعني في الدق ده في شتايم شديده جدا هم بيدقوا فيك بس انت هنا. واحد قال لي انت هسه دي قاعد هنا ده عارف اخواتك بيسوف شنو؟ قلت له والله انا ما عندي اخوات يا اخي. ما عندك اخوات؟ قلت له ما عندي لا اعرف ولا ما اعرف. دقاني ثاني يعني كيف ارد ليه وكيف اقول له ما عندي اخوات يعني. و طيب بقيت الايام حصل فيها شنو؟ اي بقيت الايام بتكون مرتاح يومين ثلاثة بتاكل عادي بتشرب بتتونس مع الناس الموجودين يعني بيجيبوا لكم فطور اي الفطور في والغدا ديل وجبتين بيجيبوا لك يعني. ايوه ما في عشاء اي ما في عشاء لكن بعد ذاك
قمنا بقينا نشد الاكل نحن في البوفيه بران، يعني هم بيجيبوا لنا المواد بيقوم بشد الاكل، طالبنا بالنزل نحن عشان نشرف على الحاجه اللي بناكلها ونعرف ان احنا بناكل. كله ده في السطوح؟ اي ما في غرف تحت في السطوح ده، يعني تحت السطوح في غرف وفي مطبخ وحتى البيت اللي كنا فيه والاول ذاك برضه في مطبخ؟ برضه في مطبخ. اي يعني كنتوا بتطبخوا انتوا ولا بيطبخوا لكم؟ بنطبخ نحن ورديات بنشتغل. ايوه اي بنشتغل ورديات نحن عشان نشرف على اكلنا اللي بناكله يعني. طيب وعلى الاقل يكون صحي ومعقول بالنسبه لنا. فبنقوم بنختصر بنقلل الوجبات دي عشان نعمل لنا وجبه ثالثه هاي للعشاء. ايوه اي بعد ذاك شاي الصباح. كان العدد كم لو بتذكر العدد بتاع المجموعه الفوق اللي بتعملوا لها الاكل دي؟ اكيد كانت محدده. حوالي 75 80 نفر كده في الحدود. 75 80 نفر دي يعني حله جيزان كبيره. ايوه اي حله كبيره. طيب وكان شنو بيطبخوا يعني؟ يعني ممكن يجيبوا لك عدس، عدس اي فاصوليا، فاصوليا كده يعني الحاجات اللي ما ادري لها مجهود كثير دي ذاتها. اي بعد ذاك شاي الصباح في حمام فوق في السطوح. ايوه اي اخذتوا كم في السطوح ده؟ الايام الاولى الحمام ده برضه كان المساله صعبه جدا يعني. يعني عندك دقيقه بيدك في الباب برا داخل رو امره خلاص يخش اللي بعدك امره خلاص يلا. ف وضرب انت ماشي وانت داخل الحمام وانت ماري بينك بين الحمام والزنزانه بتاعتك بتاخد ايوه جلد. ايوه بتاخد لك جلده. اي بعد ذاك الايام الباقيه دي مشت عاديه يعني زي شهر كده تاني عادي يعني ما فيها. ما صورت لنا شكل الزنزانات اللي كنتوا قاعدين فيها في السطوح شكلها كيف ومساحتها قدر شنو؟ اي الزنزانات دي انا ما مشيتها مره ثانيه. الزنزانات دي مرصوصه مع بعض تحت في طابق فيه غرف. الناس موزعة على الغرف دي والزنازين ذاتها هي شكل حمام او مغسلة يعني اثنين في يعني حاجة صغيرة في ثلاثة ولا حاجة صغيرة كده بكونوا قاعدين فيها 10 15 نفر موزعين على الحتات دي والوقت ده كله في كمية من الابواب بتاعتها سيخ. سيخ ايوه سيخ. الوقت ده كله في كمية من الإرهاب والكوراك وأمرك برا وتعال قيف حيلك ما بعرف تقيف ترفع يدينك في الحيطة يجي واحد يقول لك خلاص نزل يدينك أمشي يجي زول تاني أقوم أمرك برا رجعك من أرفع يدينك في الحيطة ترفع يدينك تقيف نص ساعة كلام زي ده يعني يعني بتصل بعد مرات بتصل مرحلة أنت بيكون عندك زي اللي عندك ثلاثة روسين الحتة دي بتكون واقفة كده يعني من الورم يعني ترجع منو كان معك في الزنزانة بتاعتك يا أنور؟ معايا نبيل أحمد عثمان أيوة وعلي العمدة أيوة أي وفي اثنين من الاتحادي اول ختميه واحد اسمه الصادق واحد اسمه احمد عبد المولى اللي هم كانوا شغالين في البنك الاسلامي السوداني الاثنين ديل. طيب كان فيهم واحد عنده مرض معدي في اي حاجه زي كده او زول جاته؟ لكن في دكتور احمد عثمان غانون يعني ايوه دكتور ده احمد عثمان ده تعب تعب شديد جدا جوا يعني فقمنا كورجنا اللي بتاع الامن يا اخي تعال الزول ده تعبان تعبان يعني تعبان شديد يعني يعني اغمي عليه ولا ما قادر يتحرك يعني العيون دي ذاته مغمضه فقمت انا اديته قلت له الزول ده تعبان يا اخي وديه مستشفى جو وقف لي في الباب قال لي بتعرف تكسر العيون
لو ما بتعرف أزال الناس الكبار جنبك ديل بيكسروا ليك العيون. أنا قلت لك عيان ما قلت لك مات يا أخي، شنو كسر العيون وما كسر العيون يا أخي؟ ما أنا كلمتك وقفل الزنزانة ورق مشى يعني. بقينا بعد ذاك هم أحمد ده حبة موية بيجاي ما بعرف شوية شوية لحد ما فاك فاك، لكن بقت الحالة دي تجي طوالي يعني كل أربعة خمسة يوم. هو أساسا مريض يعني عنده مرض مزمن؟ قال ما عنده أي حاجة، الكلام ده كله جو جوا هناك. فلحد ما جسمه ذاته بقى ضعيف يعني. فطوالي يا أخي الدكتور يقول لنا كسروا العيون كم ما بتعرف. ما كان في أي رعاية طبية؟ لا ما في نهائي. ما في هناك. طيب أخذته كم في السطوح ده يا أنور؟ في السطوح بحياته دي أخذنا شهرين ونص. شهرين ونص أي. في السطوح؟ نعم في يعني السطوح والغرف بتاعته الموجودة دي. انتهي من الفترة الثانية في بيوت الأشباح، ده الاعتقال الثالث. الاعتقال الرابع اللي هو الفترة الثالثة في بيوت الأشباح. أي الفترة الثالثة في بيوت الأشباح دي في 94. 94 نعم. بالتحديد شهر كم؟ ما أعرف غايته 3 4 غايته في الحدود دي 3 4 يعني التواريخ دي شوية، لكن تقريبا كده. كيف ومتى أي. وتم اعتقالك؟ اي دي وين؟ في الشغل. برضو في الشغل؟ اي يومين الشغل. استدعاء؟ بلا ما في استدعاء، بيجيك الزول اللي بتعرفه انت بيجيك كل مره خلاص بقى محفوظ بالنسبه له ذاته يعني. اي اول ما شفته خلاص انت انا الجماعه دايرينك. يا اخي يلا. اي وين في شنو؟ قال لي تمشي معنا يعني. اي ما خلاص هي بقت معروفه يعني بالنسبه لي. لكن بجي تقول وريني البطاقه بتاعتك يا اخي كل مره اشوفه. قلت له ما كل مره بتعتقلني يعني شنو كل مره يعني حر اشوف البطاقه. ما في ما كان يعني. في طريقه انك تقول له اتصل تلفون عشان اكلم؟ لا ما في سكه خمسه دقائق بس. ما خلاص خمسه دقائق اي خمسه دقائق بس بتجي راجع السعيد يعني. يعني نغمه ذاتها قبيحه خمسه دقائق وبتجي راجع. فبتمشي تاخذ خمسة طيب شهور يعني من خمسة دقائق. اخذك وين الرجل؟ المرة دي في نفس بيوت الأشباح الأول اللي هو لقينا بعد ذاك اتبنت فيه زنازين في 94. زنازين اتبنت 18 زنزانة اي جديدة كده. ايوه هو ده اسمه الواحة. الواحة اي هو غرب السيتي بنك. اي غرب مبنى أيوة. سيتي بنك. بعد ذاك نفس التفاصيل بتاعت اخذوك وانت أيوة. عيونك فاتحه أيوة. وعارفين انك لا 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 ما في فاتحه دي ما في عيونك فاتحه برضه غمدوا لك عيونك تغمد يعني طيب. ما في حاجه اسمها غمدوا دخلوك جوا هناك برضه ضرب. اخذوك بعربيه اي من ايوه عربيه بوكس صوم بيجوا بيبوكسوا طوالي بقعد انا في النصهم واحد في الطرف بيجي واحد سايق يعني طيب. و حتى في رطانه كده كانوا برطنوبه الاثنين راندوك كده. راندوك يعني آه. عندنا زمان نحن في المورد قديم الراندوك ده فبدوا يتكلموا آه. بالراندوك ده وانا سكت آه. سايق بسمع. بعد مسافه كده قام يتلفت علي قال لي يا اخي انت الرندوق ده بتعرفه؟ قلت له ده حقنا نحن ذاته. قال لي خلاص يا اخي انسى الكلام ده. فكان كلامه نودي وين يعني يعني عندهم زي ثلاث اربع بيوت نودي ياتوا بيت من البيوت واحد. نحن يعني الاوامر ما واضحه أه؟ انك تمشي ياتوا بيت اي فمشيت البيت ده اقول فيه الزنازين وغيره. بعد شهر قاموا مرقوا لي ودوني بيت جنوب البيت ده ذاته بتقطع الزلط بشارعين تخش يمينك غرب البيت ده تماما يعني تخش يمينك في بيت هناك اخذت فيه زي سبع يوم. لا انت في الواحه اخذت كم؟ في الواحه لما نودوك الواحه لما نودوك ما قصه الواحه دي نحن دايرين نشوف اي ما الواحه دي اخذتها الشهر الاول
فيها حولوني من هناك ودوني البيت غرب الواحدة. غرب الواحة. غرب الواحة. لا لا. ده في المنطقة بتاعت إمبريال. مستشفى أيوة إمبريال. الحتة بتاعت إمبريال ديك. في مستشفى إمبريال. أها. أيوة. بيت هناك دخلت في البيت ده أخذت لي 7 أيام ما كان فندق. كان في تطور في تعذيب في الوسائل بتاعت التعذيب بتاعهم لما مشيت المرة الثالثة. والله ما. ولا نفس ال. نفس الشغل ونفس الضرب ونفس الدق ونفس الكلام بتاع دخلوا الحفرة وعلقوا بتاع. في الحاجة الجديدة في شكل التعذيب بيقوموا بكلباش بيربط يدينك ديل يتعلقن فوق بتكون موزون بحيث انه تكون واقف على اصبعك على اصابعك على اصابعين رجلك الكبار الاثنين يعني اخدي حاجة مرهقة خلاص قاتلة يعني كم من الزمن بيعلقوا كده ساعة ونص ساعة ونص معلق على أي واقف على الأصابعين الكبيرة فوق أي أيوة فأنت في الحالة كان فيها ضريب؟ أه؟ مع التعليقة دي في ضريب؟ لا لا ما في ضريب بس بخلوك معلق كده ومشي منك يجوك بعدين يجي في كوك ساعة ونص يعني في كوك دي ذاته انت مسألة تجيب حيلك دي كانت صعبة يعني كان طوالي الواحد بيفكوا الكلباش بقى على الوطن لا حول ولا قوة إلا بالله طوال الوطن كوركو طوال تعالي شيلوا الجنازة بتاعتكم دي للمعتقلين اللي معك تعالي سوقوا جنازتكم دي وداها جوا كان معك ناس في الاعتقال الثالث ده معك منو لقيت منو هناك الاعتقال الثالث وشوف معظم الاعتقالات دي الناس كلهم واحد يعني بلاقي يعني ممكن مت الناس اللي بلاقيك بيكونوا زادوا 3-4 في المره الثانيه زادوا 5-6 في اللي بعدها يعني بتلقى نفس المجموعه بس نفس مع تغيير بسيط وكده يعني نفس الوجوه دي بيقبضوها بيجيبوها في ناس بيكونوا ما في شيء لكن يجيبوا لك ناس ثاني من الاعتقال الاول تلقى في الثالث من كوبر تيجي تلقى لكن شويه الاجراءات في الاعتقال الثالث اختلفت شويه وخفت حدتها بيجوا اظنوا ما بي في لا لا ما في يعني ما بيغمضوا العيون يعني بعد الزنازين والحاجات دي بقى ما في بتخش عادي تقعد كده يعني وعيونك مفتحه عيونك مفتحه يعني وشايف الناس شايف الناس هاي قاعدين يا هو نفس شايف نفس الجماعه نفس المجموعات هاي ونفس الاسماء اللي زادوا تاني واحد اسمه صديق كده زول قصيروني صديق وحماد وكراوي وبدران هو نفس الاسامي اللي قاعده تعذب في زول اسمه مهدي ده كان مسؤول من بيت الاشباح ده زول غبي يا في واحد من الاعتقالات دي او انا في السطوح ايوه فوق فبيضربوا فيني في زول كده شغل ذاته يعني غريب تخصص غريب ذاته زول شايل له عصاية صغيره كده عكاز بدق العظام بس ما عنده حاجه غير العظام لا حول ولا قوه بس شغلته العظام في كرعينك في يدينك في ركبك في كتافينك وانت وسط الدق داك والضرب داك يعني بتمرق بتفكيرك برا عشان تمرق من الحته دي ذاتها يعني تبدا تفكر في حاجات تانية فانا بقيت مشغول بالزول ده ذاته يعني الزول اللي بيدوك في العظام ده شنو ده يا اخي جزار ده شنو وضرب شديد يعني خشبه شايل خشبه عود يعني عود يعني عكازه كبيره كده فبدق بقى في العظام فبقوم اقول كده اديس رجلي دي منه نشوفه اديس رجلي قالك برضه ضربه بالعكازه أديس كوعي يدي ده وأنا راقد في الوضع هم بيدقوا فيني برضو يضرب كوعي ده بالعكازة قمت ضحكته ضحكته في زول التديس عظمك ده برضو يلحقوا لك بالعكازة فقام جمع هدي ده لما شافني بضحك وهدومي مقطعة ودمومي كابة جا وقف وشي بيكون عينه قال لي أنت بتضحك دي حالة زول يضحك بيها الكلاب عندها 7 أرواح والشياعين عندهم 9 أرواح لكن ضحكتك دي ان شاء الله تكون اخر ضحكه هنا ان احنا بندوك فيك انت تضحك وتضحك علينا نحن اخذ المزاله الشخصيه معه مشى جاب لي خرطوش معه يعني ديك فتره من الدك شويه كده
بيجو هو شغال معي قصادك انت بس. اي كيف انا ابتسم؟ كيف تضحك يعني؟ كيف ابتسم في ظروف زي دي؟ هدومي مشرطه ودمي كابي وحالتي بالبلا، اضحك يعني تعذيبي انا ذاته ده يعني؟ ما ممكن زول ينضرب طوالي ويعتقلوا طوالي وينضرب، ده شنو ده يعني؟ بعد ده جابت لها طلوع في الوش وكده. زول طلع لي في وشي ده، لقيته بمرور الزمن اشتغل في شركة الهدف. اسمه صديق. هو مهدي هناك. مهدي. اي. فلقيته في الهدف وشغال كان في النقل الميكانيكي في فترة من الفترات. انا داخل على النقل القاه قاعد. شو دي يعني؟ اصلا ما متخيل انه يلقاني في وشه. سلام عليكم. عليكم السلام. قلت له ايوه. يا اخي اعفي لي. قلت له اعفي لك شنو ولا شنو انت؟ انت داير شنو؟ يا اخي دايرك تعفي لي. قلت له يا اخي انا عندي شغل داير اشتغله جوا، انت ماسك البوابه دي، اخش ولا ما اخش؟ قال لي لا ما بمنعك لكن داير عفو. قلت له تعفي لي كيف يعني؟ اعفي لك شنو انت؟ زول بتعذب فيني الزمن ده كله كايس العفو ده ليه؟ انت عذبتني. وانت قابلته خلال الثلاثه اعتقالات؟ ما قابلته الا اليوم ذاك. الا الاعتقال الاخير. اي. طيب يا اخي يا اخي قلت له اعفي لك شنو انت؟ بس انا داير اعرف انت اعفي لك شنو يعني؟ شنو ولا شنو اللي اعفي لك؟ طلعتك في وشي ولا الخرطوش اللي دقيتني به ولا يتقطع ولا الصوت اللي جبته يتقطع يعني؟ يعني اعفي لك شنو؟ يا اخي انا ما سالتك يا اخي، انا عندي شغل ماشي هشتغله جوا، خلينا امشي هشتغل شغلي يعني. ف المهم مرة اليوم ذاك. قعدت كم في الاعتقال الثالث؟ كم من الزمن في بيت الأشباح؟ شهرين. قلت لي أخذوك من الواحة ودوك بيت. أي. أخذت سبع يوم. غرب. أيوة. أي. سبع يوم. في الواحة. أي. لا سبع يوم في البيت الثاني من الواحة. الواحة شهر. أخذت شهر في الواحة. وبعدين سبع يوم في البيت داك. بعد داك جابوني راجع تاني. جابوك راجع الواحة. جابوني راجع الواحة تاني. ومتى تم إطلاق سراحك؟ يعني بعد كم؟ بعد أخذت الشهر الثاني بالسبع يوم ديك كده تميت شهرين. شهرين. أي. وبدون أي مناسبة جوا لك بس خلاص. لا ما شيل حاجاتك ويلا بنفس البرنامج أمره. من الواحة. من الواحة. من الواحة مركتها. اي. والدالة بيمرقوك هم نص الخرطوم. بيغمضوا لك عيونك برضو. بيغمضوا لك، بينزلوك هناك وفكوك. حتى بيسألوك يعني انت عرفت البيت اللي كنت معتقل فيه وين؟ ضرورة في يعني ما وانت عرفتوه كيف؟ ها؟ انت عرفتوا كيف البيت ده؟ والله هو البيت انا ما مروا عليه وناس كتار. بعد ذاك بالمعالم الكثير المجموعات اللي قبلينا قدروا كل المعتقلين قدروا يحددوا البيوت. اي يحددوا محل البيت وين. فانت صح. اول ما تيجي بيوروك انه يا اخي البيت ده في الحته الفلانيه كده 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 كده، لو انت قعدت يعني احنا مرقنا جو ناس بعدنا وريهم انه البيت ده موقعه وين محلته وين كده يعني. وبيكونوا في ناس جو مره عليه وبعد ما فكوا من الاعتقال بيكونوا جو مارين بالشارع عشان يحددوا الحته دي يعني. شكرا جزيلا أستاذ انور حسن عباس والدلحوش على هذه الإفادات المهمة، وحتى لقاء جديد من برنامج بيوت الأشباح، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.